أطلقت مبادرة الروح الإيجابية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، مبادرة لمسة أمل، والتي استهدفت 50 طفلا يتيما من الملتحقين بالصف الأول وحتى الصف الخامس من المرحلة التأسيسية لإسعادهم وإدخال البهجة على قلوبهم عبر توفير الحقائب المدرسية ومستلزمات القرطاسية لهم بحلول العام الدراسي، حيث تعزز هذه المبادرة التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.